بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله شواطنا متواصلة في صباح هذا اليوم. التمنيات بالتوفيق للجميع. أربعة أشواط انتهت والشوط الخامس للقعدان تعلن انطلاقته. نسير مباشرة كنوافيكم بالنتيجة مع اللي قاد المسيرة وخذ المركز الأول باهي أحمد بن بخيت بن سهيل المنهالي يتصدر القيادة. المركز الثاني تخان مبارك بن سعيد بن مبارك بن عايد القتبي من يتقدم بإدخان إلى المركز الثاني. المركز الثالث شعار بن بدر حاضر إلى ثالث الأسماء لكن بناخذ المركز الرابع حيمة ضحمورة بن عدل أسماء. المركز الرابع يصل في هذه اللحظات شاهين علي بن سعيد بن خميس القتبي خذ المركز الخامس. المركز السادس دخول من شعار سيف بن سهيل بن خيرة العفاري يتقدم مشاهدي الكرام بحفلان. المركز السادس دخول من الطياري حمد بن سهيل بن حمد بن دليلة العامري غادم من المصانع الجنوبية يأتي إلى المركز الخامس يبدل على الرابع من مركز إلى مركز. وصول من مرموق مغير بن سالم العميمي وصل على الخشمة وصل بالقرين تقدم بالقرين صاحب التوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم بأول أشواط الحقائق يأتينا بضرغام عبد الله بن حمد بالقرين العامري. المركز الثامن وصلنا. الثامن الواعي خلفان بن سيف بن حمد الهاجري. والمركز التاسع بجوارة مشاهدين الكرام وصولا من شاهين رميس بن مبخوت العامري ما شاء الله حاضر في كل الأشواط باسم. نتمنى للتوفيق. وصل شعار بن سودين من الجانب الآخر رقمه 21 وبنشوف الاسم. هذا وابل سيف بن محمد بن سعيد الناصري هذا شعار الناصري وليس شعار بن سودين خذ المركز العاشر في هذه اللحظات. وينك يا بالقرين يبي يسجل الحضور الثاني في صباح هذا اليوم بضرغام عبد الله بن حمد بالقرين العامري هو المسيطر إلى المركز الأول. هذا الثاني كم رغمة 19 و10 19 أسمى حشيم مسلم بن سهيل بن حمرور العامري وصل بن خير بحفلان يبا يحتفل ويسجل الحضور الثاني. سيف بن سهيل بن خير العفاري خذ المركز الثالث. المركز الرابع مبارك بن سعيد بن عايد القتبي مع دخان الله 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 المعركة اشتدت الأوامر لم تبدأ الأسماء قريبة من بعضها البعض. وصول من نايف محمد بن سالم بن عوي الشامسي صاحب الشوط الأول في صباح هذا اليوم بميدان الساد فاز في القعدان بالشامخ يبحث عن الحضور الثاني. يا سلام الله 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 طورا القعدان يا صلاح على النبي يا السرعة الفائقة من القعدان الحقائق بالقرين هو المسيطر بن حمرور بن خيرة بن عايد القتبي بن عوي لكن بن خير أيضا بالقرين بدأ يصدر الأوامر المباشرة. الله 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 يا سلام ضرغام يسجل الحضور الثاني أم يكون كلام لبن عايد لكن بالقرين ضرغام عبد الله بن حمد بالقرين العامري يسجل الحضور. يا سلام أنهاها لصالحة تهانينا وللمرة الثانية على التوالي لحمد بن محمد بالقرين العامري والتهني لعبد الله بن حمد بالقرين العامري انهنيهم على فوز ضرغام بالمركز الاول. حفلة وضرغام يسجل الحضور ثنائي بميدان الساد تهانينا لعبد الله بن حمد بالقرين العامري. المركز الثاني البن عايد القتبي الثالث البن عوي الشامسي الرابع المنصور بن عنودة الخامس لسيف بن سهيل بن خير العفاري. توقيت بنشوف يا سلام 44 بالوفاء والتمام تهانينا لعبد الله بن حمد بالقرين العامري نهنيه على فوز ضرغام بالمركز الأول.